في تصريح خاص لمركز الاخبار اكد سعاده الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الاعلام ان الرؤيه الحكيمه والمستنيره لجلاله الملك المعظم حققت لقطاع الصحافه والاعلام نهضه تنمويه كبرى مكنته من اداء رسالته الوطنيه في اجواء من الحريه التي ضمنها دستور البلاد للتعبير عن ما يحققه للوطن من منجزات ونقل صوره المملكه للعالم بكل كفاءه ومهنيه. بدايه في هذه المناسبه العزيزه على جميع البحرينيين نجدد عهد الولاء والطاعه لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبه اليوبي الفضي لمرور 25 عام على تولي جلالته مقاليد الحكم. وحيث تزدان مملكه البحرين فرحا بهذه الذكرى الغاليه فهي في الحقيقه ايضا تمضي الى المزيد من طريق التقدم والنماء والامن والوئام بقياده جلالته. منذ بداية العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة فقد كان الإصلاح والعدل وضمان الحقوق والحريات نهجا نيرا له فقد انطلقت المسيرة التنموية الشاملة لجلالته بجهود إعداد ميثاق العمل الوطني الذي يشكل نقطة فارقة في تاريخ مملكة البحرين والمنطقة من حيث الأساس اللي وضعه الانطلاق مختلف المؤسسات والقطاعات نحو تحقيق الراد الطموحة والتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض الطيبة اليوم وتنطلق بها نحو المستقبل في الحقيقة تمكن قطاع الصحافة والإعلام في أحد جلالة الملك المعظم من أن يشهد نهضة تنموية كبرى مكنته من أداء رسالته الوطنية في أجواء من الحرية التي ضمنها دستور البلاد للتعبير عن ما يحقق الوطن من منجزات ونقل صوت المملكة للعالم بكل كفاءة ومهنية أيضا لطالما حظى هذا القطاع والعاملون فيه بمكانة خاصة لدى سيد صاحب الجلالة تجسدت في اللقاءات المتكررة لجلالته بالصحفيين البحرينيين بل وقد أمر جلالته بتخصيص يوم للصحافة البحرينية يحتفى به سنويا كما تفضل سيدي صاحب الجلالة بشكل سنوي بتوجيه رسالة إلى العاملين في السلك الصحفي والإعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وفي هذا اليوم الحقيقة نراها فرصة عظيمة لبث روح العزيمة والإصرار لجميع العاملين في القطاع لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.